عبد الله النجواري هنا من الاسيوط من اسكندريه اتحرم بيه. خدت لحضرتك اعرفه معرفه شخصيه جدا 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 لحد قبل ما اسافر رحت تركيا. كان صديقي ومعاه عربيته بيجو ستيشن 7 راكب كان بيشتغل بيها طلبات خاصه، يعني مثلا عندك مشوار عندي مشوار عند ابو مدارس كده يعني. تمام ماشي يا باشا. فالمهم كنا ماشيين مع بعض، هو كان راجل سلفي والده راجل سلفي راجل كويس فاضل محترم وتمام التمام، وهو كان عارف ان ضد الاخوان ما بحبش الاخوان طول عمري. 2012 لما الاخوان كانوا بينزلوا الحريم ونزلوا الشباب والناس في الشارع، قال لي بص بينزلوا الحريم عشان اصلوا على الناس، احنا هننزلوا اخواتنا وحريمنا يعملوا الموضوع. قلت له انتوا مش مبدأكم. قال لي احنا هنضطر ننزلوا غصب عننا عشان نمشي معاهم. المهم عايز عبد الله الشريف من اوله من اول حياته. بص يا سيدي، عبد الله برضه كان عايش دور البلطجة وهرب من الجيش وراح اتمسك في قضية بلطين، قضية مخدرات مع عائلة اسمها حسام زازو. بجد الكلام ده؟ طبعا يا ده بيهم ده موثق يا بيه، مع عمرو مع عربية كده مشغلة أوبر وكريم. بس مش شغال على طول يعني، هو مش محتاج يعني ما شاء الله يعني. نزاهة يعني. نزاهة كده المهم مستور يعني. عبد الله بعتها له من هناك، بعت له فلوسها وجابها، جاب له تاكس وفشل معاه وبعد كده جاب التالي. المهم خد من الأول. عبد الله بقى يا سيدي كان ايه دارش دور البلطجه بقى، فتح سوق البريالدو رفنا طعم حشيش طب الشام. فجي سافر مره مع عيل كان معاه تاكس هو وزستافا، سافر مع عيل اسمه حسام زوزا بتاع حشيش ده معروف الدنيا كلها معروفه بتاع حشيش. انت راجل سواق تاكس وخدت واحد وجاب لك واحد بتاع حشيش جارك جنب منك وعارف ان هو بتاع حشيش، تمشي معاه تروح معاه بلطيم يبقى انت عارف رايح تجيب منه هو جاب حشيش. مش تكفيل يعني. انت ما انا انت لو ماشي مع عوالك وبقى واحد بالشارع بظروفه بقدر الله كده ماشي هو ولا تعرفه ولا كان انت جواله عارفه. المهم اتمسكوا بلطيم هناك في الحشيش 4 6 شهور وهم خدوا براءه. بس هم ممسكوا بحشيش الاثنين خدوا براءه، هو ولا هو التاني اللي كان بيجيب؟ هم الاثنين خدوا براءه وتاكس كان سودر هناك في بلطيم. المهم دي اول اللقطه باشا. الكلام تقريبا سنه كام كده؟ ده يا سيدي سنة في الألفينات كده يعني حوالي 2003-2004 كده رضي. تمام. وعايز أجيب لك تغزة هجبولة. ومرة تانية قبل منها كان عيل اسمه أحمد مصطفى، قال كان مطاع في البحرية خالد بلياردو بيأجر بالساعة بالساعة والساعتين وكامل ده. فالواد ده اتخانق مع بعض ماسك سكين أعطيه له صوابع وعمل له عجز في إيديه، والواد ده طلع عجز طبي من البحرية خدت ورقة بسبب عبد الله الشريف. الموضوع اتلم في الاسم وتساوى وتعمل قعدة صلح لعبد الله وتغرم فيها حوالي 2000 جنيه و3 جنيه تعويض الورقة قطعت صباعه. المهم معلم باشا تلاقيه بقى يطلع يقول لي صلي بينا المغرب صلي بينا عشاء ويقرا قران وبتاع بيت يعني. قلت له عبد الله ازاي عبد الله انت امبارح مسك سيف ومسك بتاع وتصلي بينا وتقف شويه كده بعيد دروس انا مش مقتنع بيه. راح كان ماسك سيف ويضرب في الناس ويضرب من الناس وهي حشيش وبرشام ونسوان ومخدرات نسوان. طب انا بقى معلش اسمح لي اسالك سؤال اعتراضي كده يعني حضرتك بتعترض بصفات ايه؟ انا اصلا انا امبارح شايفك النهارده واقف لي بتصلي بينا ازاي يعني؟ انت جارهم ولا صاحبه ولا ايه؟ احنا جيران. المهم جت ايام الانتخابات هم كانوا ماشيين مع السلفيين والاخوان ماشيين مع بقيه الاخوان زيهم. فهم اسلم قسموا الكراسي فاخدوا كراسي اكتر منهم. هو بدا ينكت على حال البلد فعمل لنفسه فيديو ونزله على الفيس فبدا ياخد اعجابات وبتاع والكلام من ده. كنت انا معاه بقى كنت باخده بعربيته البيجو بروح بيه مشوار خاصه يعني مشوار شغل بعد الدور يعني مثلا بياخد 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه. فقال لي رايح في الفيديو قلت له بصراحه كويس عبد الله بس انت بتنكد لي على البلد. طب مين اللي بيسجل لك؟ قال لي المدام عندي بيسجل. المهم بدا يسجل بدا يمشي الفيس. فجاء مره قال لي جماعه الاخوان اتصلوا بيا عايزين اسجل لهم حلقات. كان هو بقى في التوقيت ده في واحد اسمه محمد صابر اللي هو بتاع شركه الفتح بتاع الادويه اللي في محرم بيه اللي كان واخد فلوس من الناس وهربان بره مصر دلوقتي عارفه؟ لا بس اسمع الاسم ده سمعته شركة الفتح الأدوية العرب. أنا أسمع الاسم ده. الراجل ده واخد ملايين ومليارات وهربان بره مصر دلوقتي والناس رافعة عليه أواجي ومحاسبين بتوعه محبوسين. هو بقى كان بيروح يسجله في قناة أمجاد حلقات الحلقة مثلا بيه ب 400 جنيه 500 جنيه كل يوم خميس. فكان يقول لي أتكلم يقول له مثلا علم الناس الفقه علم الناس الصلاة علم الشباب الصغير. قال لي ما أنا شغال مع الأسباب. المهم إيه جرى بتوع الإخوان اتصلوا بيه قالوا عايزينك تسجل لنا حلقات. قال لي فبيقول لي يا دكتور لا انت كده صاحبي وحبيبي
هتمشي مع الاقوان حقك، انا ما بحبهمش، الناس دي مش كويسه، الناس دي وصوليه، الناس دي مش عارف ايه. عايز ما كان الاخوان مسيطرين على البلد، كانوا هم الكلمه الاولى والاخيره ليهم هم، يعني ما كانش حد يقدر صوتي على عليهم دلوقتي وقتها. ايوه طبعا. قال لي انت طول عمرك ما بتحبهمش، طب نعم مبارك وبتاع. قلت له انا ما بحبهمش، مش كويسين وصوليين، ويضحكوا على اي حد وبيشتغلوا على الناس وبيلعبوا على وتر الفقر بتاع الناس ووتر الحاجه وبتاع، وبيجي ينادوا الناس لحسابهم. المهم بعد كده بدا يمشي معاه، اتصلوا بيه تاني والتالت. المهم عملوا له استوديو في شارع مصر في سموحه عند جرين بلازا. عملوا له استوديو وسجل هناك، المهم الحكومه والجيش عرفوا ان القتال راح كسروا له. فجيت في مره بسال ابوه بقول له امال فين عبد الله مش باين بقاله كام يوم؟ قال لي راح تركيا. قلت له طب بالله عليك هو هيجي امتى؟ قال لي شويه كده راح شغل كده وجاي. قلت له طب بالله عليك هو جاي يجيب لي تيشيرتين من هناك ايه؟ من تركيا. انا فاكر هيجي اسبوعين ثلاثه وجاي. لازم خلاص خلاص. المهم اتاري بقى خلعوه بقى المعلمين، ضربوا له باسبور وضربوا له مش عارف ايه، سفروا عن طريق السودان تقريبا. فهو ده بقى ايه دي عبد الله شيخ. وبعدين ما إيه انت من يوم ما رحت تركيا ما قلتش قال ولا قال رسول. قال المعارض مش عارف مين، قال اردوغان ايه، قال السيسي ايه، قال البتنجان ايه. انت سبت منبر رسول الله وسبت كلام قال الله قال رسول، ماسك البلد وانت خلاص ست. وانت طول عمرك بتاع التعدين، ايه اللي مالك وانت وليد السياسه؟ الا بقى لو كان في مصلحه او منفعه. خدت بال حضرتك؟ فده انا خاصت لك كده يعني ايه السي في بتاعه. يا بيه عبد الله كان عايز يطلع ابو عمره. قلت له مفيش واحد ابن هيطلع ابو عمره، راجل في كويس في المسجد وربنا هديه على ناس كتير على ايده. قلت له مش عارف يطلع عمره. قال لي والله الفور الحوجه والحاجه والحاجه محتاجات. قلت له طب تعالى طلعه لك عند ناس صحابي بالتقسيط وانا اتصدر لك يا عم. كل ده قبل ما يمشي مع الاخويا. انا فاهم. فالمهم قال لي طب عمره ب 4000 جنيه حضر 2000 جنيه. ونقصته 2000 جنيه، معرفش يوفر ال 2000 جنيه. كنت بقول لحضرتك انت المهم دلوقتي عارف ابوه وامه يطلعوا فين؟ عمره في اي بي يا باشا، الفندق الصفا اللي هو اللي في وش الحرم. وش الحرم على طول. ينزلوا فيه ويروحوا يجيبوا دولارات من هناك ويجيلهم دولارات. اشتروا 4 شقق تمليك في العماره اللي تهدد البنات من شقه ايجار. ما كان عندهم دي عربيه نص نقل مشغلينها موالين عرب وبتروجيت. شغالين بالله بالايجار الشهر النهارده ما شاء الله. عندهم مين جرش العربيه الكل معاهم جرش اكتر من 40 50 متر. خدت بالك 4 شقق تمليك. العيال اتجوزت ومظبطه 100 الحلقه اتعدلت. الراجل بقى يروح يعمل عمره في اي بي ويجي هو ومراته اللي ما بينهم في السعوديه من 3 4 سنين كده. على كلام ابوه وعلى كلام عبد الله ان هو لما مشي كان سلف من طوب الارض وسد بعد مسافه. ايوه يا بيه الدنيا وصلت بقى الاربع شقق والعربيتين والجراج 40 متر 50 متر يا بيه. بقول لك عبد الله الشيخ لما كنت اخده مشوار برج العرب وادي له 100 جنيه 120 جنيه اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كان بيبقى مزعط بابا، كان بيبقى مزعط. يقول لي مفيش حاجه مشوار انت برج. اقول له ده يا عم شغل يجي هناك واحنا نروح. انا اخده مشوار قريبه مثلا 40 جنيه 50 جنيه 30 جنيه 60 جنيه. خدت بالك لما خدت مشوارين برج العرب تدي له 120 جنيه بقى فرحان ومزعط. يا طبعا. طيب تمام. بص الكلام اللي انت قلته كله ده كله يتقال عادي ولا في حاجه معينه ما تتقالش؟ قول يا باشا قول يا باشا براحتك براحتك. المجالس اسرار، احنا بنتكلم مع بعض بنفتح قلبنا وبناخد راحتنا. ساعد بقى ما الحاجات اللي بتطلع دي لازم يبقى فيه الاذن. انا بديك معلومات يا باشا. تمام. قول له عبد الله انت بتعري نظام بلد. تعالى بقى نعريك انت بقى ونجيب حقيقتك الوسخه حقيقتك القذرة. انت عملت شوه البلد وتشوه نظام البلد وتشوه الناس وتشوه. يعني هو ما دخلش الجيش، هو هربان لحد ما سابه وهو هربان. هربان من الجيش. والباسبور براني. اكيد براني طبعا اكيد. طب ما هو براني ازاي وهو عايز وكل شويه اقول لك انا عايز اروح اجدده. ما انا عايز اعرف اسر الشوكسين. هل الاخوان عملوه رسمي؟ هل بقى عاملينه براني؟ دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اديك معلومه اكيده فيها، بس انا عارف ان هم هربوه. الحاجه الوحيده اللي ما عنديش معلومه اكيده فيها الباسبور ده مضروب ولا رسمي. صراحه. لكن كل اللي بقول لك عليه ده واجب اي حد في الدنيا كلها.